يا مساء الخير وحلقة جديدة معاكم في ساعة شباب. راح نكون ساعة نقضيها معاكم وحنستانس حنستمتع حنشوف أخبار جديدة أفكار وكل حاجة. أيضا لابد على قربنا رمضان، شهر رمضان المبارك الكريم اللي بتصير فيه عادات غريبة واللي أيضا بتصير فيه عادات حلوة. حنحاول نجمع كل هذه وناخذ الوسطية من الموضوع واللي يناسب الكل. بس عليكم بالخير، مساء الخير لمياء. مساء النور عليك تراد، اكيد مساء النور على كل اللي يشوفونا اليوم. لازم تحاولوا انكم تركزوا معنا شوي، فعلا بدينا نحس باجواء الاختبارات والشوارع فاضيه والناس غايبه ومشغوله جدا، ما هم فاضيين لاي شيء غير المذاكره. وصراحه نحن بنحاول ايضا نستمتع بهذه الاجواء ونجيب لكم اخر الهروج اللي صايره عندنا، وتحديدا كلمه هروج لما يعرفوها سواء اهل الشمال او اهل الجنوب. كلمه هروج هي كلمه حجازيه بحت، معناها سواليف، مواضيع، هذه معانيها. مفردها هرجة. هرجة. الهرجة. يس. عموما دائما دائما مواضيعنا ما تنتهي، حيكون عندنا عدة مواضيع من هروج المصارعة زي ما ذكرت لمي. حيكون عندنا اللي يحب المصارعة حاجة أو تركة سريعة ممكن ما قد تعرفوها خلف الكواليس، حنتعرف عليها خلال حلقة اليوم. صحيح، ومو بس كذا، كمان خصوصا بما اننا داخلين على موسم رمضان وايضا موسم الصيف، صار هوس كل الشباب والبنات تنشيف العضلات والتغذية المناسبة قبل وبعد التمارين. والى يوتيوب اللي بيعمل بادرة جيدة الى حد ما للبعض انه بيحذف فيديوهات تشجع على الغش. زعلني يوتيوب صراحة، زعلت من هذا الموضوع. وكمان مع بعض راح نتعرف في فقرة الأخبار على أخطر سمكة في العالم على الإطلاق. الفنون ما تنتهي ولازم نختم بأحلى الفنون. معانا اليوم أحد الفنانات واللي مشرفتنا في الاستوديو، حنتعرف عليها إن شاء الله في فقرتنا الأخيرة، لكن نقول لها حياك الله يا بسمة. أهلا وسهلا، بسمة صبح منورة مشرفة، يعطيك العافية. منورة مشرفة بسمة، رح نخليك تشتغلي وتاخذي راحتك، حتكوني معنا في آخر البرنامج، ونحن حننتقل لأولى فقراتنا لليوم تحديدا. إيش عندنا في البداية تراد؟ مصارعة؟ حنشوف نشوف المصارعة. نشوف سالفة المصارعة، ودائما المصارعة في لها لمية، وكل اللي بيشوفونا في لها خلينا أقول لك حب وشغف. وأوقات الناس حتى يعني اللي بتجي تتكلم على تاريخها الناس تقول لك انه المصارعه يا الله شوف كيف ضرب وشوف كيف سوى، تعتقد انها حقيقه فعلا، لكن يعني ما يعرف انها سيناريو. فتخيل معانا ايش راح يكون تحديدا اليوم في هروج المصارعه، وهي المكتبه الاولى في عالم المصارعه الحره وايضا القتال المختلط، من معلومات وحقائق واخر الاخبار. اخر الاخبار، كل هذا حيتكلم عنه مع شابنا السعودي المتواجد معنا اليوم، اللي بمجهوده الشخصي بدا وصل لكافة الناس بعدة طرق، ولكن آخرها في حلبة المصارعة وخلف الكواليس، وصوته ما شاء الله وتعليقه كان مسمع. منور حبيبنا جود الدجاني، يعطيك العافية. الله يعافيك، لي الشرف أن أكون معكم هنا. شرف لنا، وإن شاء الله تكون يعني حلقة رائعة إن شاء الله اليوم. إيش اللي طاح فيها؟ هذه أشياء المصارعة. أشياء المصارعة اللي طاحت على السيرة. على السيرة صحيح، مع الأجواء نفسها. طيب خلينا أبدأ معك جود في يعني في سالفة، سيبك من المصارعة الآن، خلينا بس أبدأ حكاية وصولك للناس. أول حاجة أنك توصل للناس ويكون عندك عدد متابعين جدا عالي، ما هو شيء بسيط، ما هو بسيط، محبة الناس ما هي سهلة. إيش الخطوات اللي عملتها؟ كنت جدا واضح أنا من البداية في يعني في خطوتي للاتجاه أو الاتجاه هذا بالأصح. لما بدأت أنا أول ما رجعت من أمريكا شفت أنه حضرت إيفنت للدبليو دبليو إي، جو عرض محلي هنا وحضرته، وبعدين شفت المعتقدات المختلفة، العقليات المختلفة، الناس النورمز المختلفة فيهم، فتحمست، شفت أنهم فاهمين بعض الشيء، فقلت أوكي مفروض أنا إذا أنا فاهم حتى لو 10% من هذا الشيء أساعد الناس أنهم يفهموه زيادة. فقلت خليني أفتح بودكاست، صوت إذاعي، برامج إذاعية أو سمعية بالأصح. ومن هناك بدأنا شوي شوي برنامج ورا الثاني، وتقريبا بعد ما حققنا نجاح بسيط انه من ناحيه انه الناس تسمع البودكاست مده ساعتين. لا، نص مليون متابعه ما هو امر بسيط ابدا. لا، هو النص مليون هذا موضوع ثاني، لانهم جو على اليوتيوب. احنا خلصنا من البودكاست، بعد سنه فتحنا اليوتيوب، وكانت تجربه يعني صعبه علينا في البدايه. كيف نسويها، كيف نرسمها، كان اسلوب جدا مختلف. فبعد سنه كامله كنا حاطين التارجت حقنا 2000 متابع فقط في سنه،
وانصدمنا انه بعد شهر وشويه قفلنا 20,000 وفي سنه بالضبط قفلنا 120,000. فكان هذا دليل اكيد على انه كان في محتوى هادف وجيد وهو اللي جذب الجمهور تحديدا. ولكن الاسم، انا عندي مشكله صراحه مع الاسم، ليش اخترت هروج المصارع؟ يعني هروج كلمه عاميه مو كل احد يعرفها، صحيح، فليش اخترت ذا الاسم؟ انا اجي من باك جراوند تسويق عامه، ماركتينج وكرييتيف ادفرتايزمنت، فحبيت اختار اسم الناس كلها تسالني عنه، العالم العربي كله يسال ايش يعني هروج. فكانت هذه بداياتنا، يعني افتكر اول 3-4 شهور كل يعني احد يجينا عربي من بلاد مختلفه حوالين العالم، يعني عندنا ناس من موزمبيق، من افريكا، من يوروب، من امريكا، بيسالوا ايش يعني هروج. فهذا بيفتح الباب انه كوميتمنت، يرتبطوا معنا خلاص. أوكي. اول ما نرد عليهم انه هروج يعني سواليف، الاشياء اللي بتشوفوها يوميا، فيصير في كونكشن ويفضلوا معنا، وهذا اللي يصير انه احنا دائما بنتواصل مع الجمهور ما نقطع. عجبني الاسم جدا، خصوصا انه انت اطلقتوه وجود، لانه خصوصا انه حضرتك يعني درست برا فتره طويله في امريكا، بس ما جرت من اي امور محليه انت عشتها. الكلمه هذه تعبر عن كثير. لسه امس بتكلم على كلمه فزلكه، احد المشاريع الموجوده، واليوم صحيح. هروج. الناس اوقات تنتقص من الاشخاص اللي يستخدموا هذه المصطلحات العاميه، لانه لسه ما عندهم النولج الكافي انه هذا اسلوب تسويقي وجدا قوي ووصلتوا يعني بها، هذا شيء ابدا ما نقدر ننكره، فاهنيكم عليه. خلينا نعرف ايش نوعيه البرامج اللي بتقدموها في القناه وجود. اوكي، احنا عندنا اول شيء المحطه الاذاعيه، نسميها المنصه الاذاعيه، هي الايتونز والساوند كلاود، هي عباره عن برامج سمعيه. تقريبا بننزل 3 برامج اسبوعيا ثابته، وفي برامج تقريبا في الشهر بتجي مختلفه الايام في الاسابيع هذه. بعدين تجي على منصة اليوتيوب which is مرئية، برامج مرئية. هنا الاختلاف، حددنا انه كل يوم يكون مختلف، يعني عندنا مثلا زي الاخبار استخدمنا هروج الاخبار، عندنا هروج في مثل هذا الاسبوع، عندنا البرايم تايم حقنا مشوار مصارع، وثائقيات، نتكلم عن قصص، عن عداوات صارت، عن سيناريوهات تصير في المصارع ونشرحها اوسع، طريقة أوسع. فهذه واحدة من الأشياء اللي سببتنا أنه نتوسع أكثر والناس تفهم البزنس أكثر. حلو. يعني أنتم ما شاء الله عليكم موجودين في منصة يوتيوب، في ساوند كلاود، في آيتونز، في أيضا تويتر، إنستغرام، فيسبوك، سناب شات. إيش خليته؟ إيش بقيته؟ يعني خلاص ما توقع في منصة ثانية في مواقع التواصل الاجتماعي. بس السؤال يا بعرف، هل جميع هذه المنصات تستخدموا فيها نفس المحتوى ولا بيكون محتوى مختلف؟ لا لا، جدا مختلف. يعني أنا أفتكر أول ما بدأت، بعدين جاء انضم معي سلطان الحربي، هو COO الأوبريشن، مسؤول عن الأوبريشنز معانا، خططنا كل شيء من ألف تي لين يا، ورتبنا كل شيء. بعدين بدأنا نضم ناس، فسوينا أقسام مختلفة جوا هروج المصارعة. ففي ناس مسؤولة عن السوشيال ميديا، التارجت حقهم السوشيال ميديا، هدفهم أنهم يكبروا المنصة، ما شاء الله حطوها في سنة هذه وأبدعوا كل الشباب الموجودين في السوشيال ميديا. نفس الشيء الموجودين في سناب شات، فريق تاني يطلع في سناب شات يقدم أشياء مختلفة. أنا من ضمن اليوتيوب، من ضمن البودكاست، بس ما أطلع في سناب شات. بس صناعة المحتوى كمان يعني ما هو أمر بسيط، يعني متعب. أيوه يبغى له شغل كثير. متعب. بس أنا قاعد أدرج معك في الكلام مع جود، قاعد أقول بودكاست وقناة يوتيوب، وبعد كده الآن علقت في حلبة المصارعة اللي حصلت يوم 27، صحيح؟ صحيح، 27 أبريل. التعليق الصوتي للمباريات بشكل عام ترى له جو خاص. أكيد. ولو حاجات، خليني أقول لك، حتى معايير ورولز تمشي عليها. صح. إحنا نعرف المصارعة سيناريو. المفروض إنه السيناريو موجود عندكم، صحيح؟ في معتقدات كثيرة. هذا اللي نفسي أعرفه. داخل المعتقدات. نفسي أعرفه. أنا يعني أنا أشوف يعني كمتابعة أو كمتفرجة أو كمشاهدة. أشوف يعني أنا مالي في المصارعة كثير، بس أنا يقولوا لي هذا تمثيل. تمثيل، صح. أقول لهم نو واي يكون تمثيل، قاعدين ينضربوا. يعني نو واي بيمثلوا، فهل هذا سيناريو من جد؟ أوكي، أنا يعني بدأت أتابع من تقريبا من التسعينات، بداية التسعينات أتابع المصارعة. من يوم وصلتنا هنا. شايب أنا. فبدأت من التسعينات، وجدا يعني ما كنت فاهم ايش اللي قاعد يصير، كنت احسب زي اي احد ثاني جديد على البزنس انه هذا حقيقي. فبعد فتره تقريبا على 97 98 بدأت اشك في الوضع، لما بدأت اسمعهم يتكلموا جوا الحلبه فشكيت، قلت هذا اكثر، فيها حاجه، فيها فيكس. فبعد فتره يوم جاء الانترنت عندنا، ايام الدايل اب وكذا، تعلمت الاشياء هذه، بعدين توسع الوضع. واليوتيوب يعني خلاص خرب جرس الدنيا. اللي ما يجرس صراحه. إيه خلاص ما بقى احد. ايوه، لانه بدات تنزل التسريبات، الرومرز، الاشياء ذي، فصرنا نفهم اكثر. صحيح.
حاليا لما رحنا وما زلنا نواجه هذه الأسئلة إنه هل مصارع تمثيل ليومنا هذا يعني يوميا على اليوتيوب تويتر في كل مكان نجاوبهم نعم تمثيل نفسها نفس الموفيز نفسها نفس المسلسلات هي عبارة عن قصة الواحد يتعلق فيها فالمعلق باك اب عشان يوصل رسالة القصة هذه ينمي القصة زيادة يسوي لها بيلد اب يسوي لها بناء أكثر للمستمع حلو طب كيف يعني ممكن كمشاهدة برضو إني أصدق هذا التمثيل اللي فيه ضرب وعنف وتكسير ونشوف إسعاف وناس يروحوا المستشفيات وناس يغمى عليهم الفلوس تجيب الممثلين لا لا ليش تتوقع إنهم بيلجأوا لهذه الحيل عشان بس يزيدوا مشاهدة وكل الناس يعني طب إذا كل الناس عارفين ده تمثيل حلو. ليش حنتفرج عليه يا سلام عليك هو المطلوب منهم إنه مو الناس تعرف إنه هذا الشيء حقيقي أو عنف هو مطلوب منهم إنه يتعلقوا مع البزنس مع الستوري لاين يتعلقوا ويتمسكوا لأنه كل واحد خصوصا الأطفال الأطفال دائماً يطلعوا للسوبر هيروز للفيلنز للأشياء هذه فلما يشوفوا المصارعة والقصص اللي تصير في المصارعة كل الشخصيات المختلفة في المصارعة تمثل شخصية معينة من العالم الحقيقي الواقعي فهذا تخلي الواحد يرتبط يعني أنا أتفرج فوق 25 سنة عاشرت الفترة الأولى وكنت مرتبط مع أسماء هوك هوغن ستيف أوستن كلهم ذول طلعوا مره قديم وجود على فكره جدا تطلع الفضائح سمير بدا فحاليا اختلف حاليا انا اشوفها بطريقه مختلفه اشوفها كبروفيشن اطالع عليها كرياضه ترفيهيه الناس الجدد للبزنس والناس اللي لسه صغيره في البزنس يطالعوا فيها كشيء هم ينتموا اليه ويتكلم عنهم فعشان كذا هم بيوصلوا هذا الربط في الاخير اهتمامات هي يعني في ناس يحب وناس ما تحب حتى الدمانه اللي بتشوفيها لمي على فكره في بياخذ زي البيلز كذا سريعه بياخذها يكسروها بفمه لا هذه هذه شفتها في اليوتيوب اي بس كانت في اليوتيوب لما تعرف عشان تعرف فيك يس كان ياخذها باليد بسرعه يحطها بعد كذا هذه زمان كانت فتره وكان في اشياء ثانيه يعني اعنف من كذا يعني حلو حلو الله لا يجيب العنف طب بما انكم تركتوا لهذا الموضوع بسالك جود يعني كوجودكم كاول طاوله تعليق في عربيه في تاريخ المصارعه الحرة تحديدا عندنا بالسعودية في WWE كيف كان الموضوع بالنسبة لكم وإيش أضاف لكم أنتم كشباب إحنا أفتكر أول ما بدأنا المشروع هذا المجموعة عامة ولا عمره كان في بالنا أنه نشتغل مع WWE أصلا يعني إحنا في بالنا خطة معينة اللي بنمشي عليها ولو جات هذه الفرص ما حنقول عليها لا أبدا فيوم من الأيام جانا إيميل من WWE نفسهم أنا حسيت أنه حلم بعض الشيء اللي استغربت بعدها تواصلنا معهم ردينا أخذوا عطى فيها وعطيناهم الروابط للأشياء حقتنا وتواصلوا معنا ومن هناك تمت طبعا كل هذا حلم حتى رحنا ووركشوب معهم حق تقريبا 7 أيام لما جاء الأمر الواقع وجلسنا قدام الطاولة أصلا أنت قاعدة تسأل السؤال WWE عندنا في السعودية معلش ترى ما عمري ما كنت اتخيل انه تكون موجوده لا والله ما رحت فاتتني انا عارف انه فاتتني كثير قالوا لي بس يقولوا مره كان بعيد الفيو ما يمديك تلحق بس العوائل هم اللي حوله كذا يس تعرف حجه وحاجه عشان ما رحت انا عن نفسي كنت جالس قدام الحلبه فما ما كان ذيك المشكله شفنا كل شيء عموما في التلفزيون لا ويتش از نايس تتكلم عن 40,000 واحد جاء او اكثر وانك تعيش الحلم وانك تدخل في التاريخ كاول اسم في طاوله تعليق في تاريخ صارت انجاز بس تعتبر خطوه ناجحه 100% ما فيها كلام بدون اي كلام ايش معايير النجاح لفعاليه زي هذه او حدث زي هذا خصوصا عندنا في المملكه بالنسبه لي احنا انا شخصيا انا اشوفه كوسام شرف اكثر منه نجاح نجاحي انا الشخصي يعتبر انه وين اقدر اخذ القناه اكثر كبزنس اكثر منها مجرد قناه على التلفزيون او على الجوالات ابغى اخذها لمرحله ثانيه وهذا الهدف اللي انا ابغاه يعني شخصيا WWE عبارة عن بوابة فرص ويعني ما راح أرفض أتعامل معها نفسها نفس اليو اف سي نفسها نفس البوكسينج وهذه الأشياء كلها إحنا نغطيها من A to Z فما راح عمري ما راح أقول لا بس عندي شباب معايا وشباب سعوديين في القناة 20 شخص وأتمنى إني أوفر لهم وظائف في المستقبل في الشيء اللي هم يحبوه هذا فهذا اللي أنا قاعد أسعى له يعني ممتاز طب ما فكرتوا تسووا مثلا نفس اللي بيصير برا تشوفوا مصارعين جمعهم ببعض كذا أنتم تسووا حلبات هنا عندنا وتبداوا WWE السعوديه ما ينفع اديكم تسريب انا من الان بس انه يعني واحده من الاشياء اللي تكون موجوده ان شاء الله قريب ما في اسم يقول لك بدا لا نحن جبنا الفكره انتم الحصريين في المعلومه في المعلومه حلو ممتاز جدا بس يعني حيكون في ان شاء الله باذن الله تعالى قديش؟ العلم عند الله يعني بس شغالين عليها يعني ان شاء الله جود لازم هذه التشويق في المصارعة جميل شكرا لك جود الجوجاني من شبكه قنوات هروج المصارعة نتمنى لكم كل التوفيق وسعيدين بتواجدك اليوم معنا شكرا لكم جميعا ان شاء الله احلى هروج و
هذه هروج المصارعة، في هروج ثانية مختلفة. رمضان جاي وإحنا في الصيف والناس بدأت تان والحر والتنشيف من أهم الأسس اللي لازم نحطها في البال. هنعرف الآن، جاهزة؟ مو بس للشباب، الشباب متعودين عليه من دائما يعني من زمان، بس صح. ولكن إنه يكون للبنات أيضا تنشيف قوية شوية. بعد إيش فاصل حنعرف عنها. أنا جاي يعني في الطريق، مستحيل الحرارة الشديدة، الواحد ما أعرف شغال. بس حرارة، في هواء حار، سشوار، هواء سشوار داخل. عموما هذه الأجواء دائما تذكرنا إنه إحنا نطلع البحر نتشمس، بس قبل رمضان نلحق عشان رمضان ما حيمدينا، ورمضان في حاجات ثانية كثير لازم نتكلم فيها على موضوع التنشيف، فبنحاول نحط هذا على هذا. مو بس يعني هوس التشميس او هوس الدايت وتنشيف عضلات والاستعراض، سواء في البحر ولا في السوشيال ميديا ولا في كل مكان، وخصوصا داخلين على صيف وسفر وايضا مدن ساحليه. الموضوع ما صار كمان مقتصر على اصحاب البطولات ولا على الشباب، صار كمان مقتصر على البنات، وصار البنات يقدروا ينشفوا عضلاتهم. كيف؟ اكيد راح نعرف مع ضيفنا، نشرفنا الكابتن زياد بخاري. يا هلا فيك كابتن زياد. كيف حالك يا زياد؟ ايش اخبارك؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. قبل بس اسمحي لي، قبل ما نبدا موضوع التنشيف، انا في حاجه في قلبي بس شويه ضايقتني، حكايه كثره اخصائيين التغذيه. نسمع من مين؟ احنا نعرف ونعرف تماما انه في مدارس، صحيح، بس اديني كده هنت سريع قبل ما نبدا في نقاشنا، نسمع من مين وما نسمع من مين؟ والله شوف، يعتمد على الشخص. في الايام هذه الشخص اذا ما ثقف نفسه حيضيع، لانه كثره الناس اللي يقولوا ان هم اخصائيين تغذيه او يدعوا انهم فاهمين في النيوتريشن والاشياء هذه صار منتشر. يعني الشهاده ما تكفي ان انا اشوفها، ما تكفي. حلو. لازم انا اكون مطلع كانسان، صحيح. حلو حلو. عشان بس كيف الواحد ينشف عضلات جسمه؟ هذه اول مره ينشف عضلات جسمه. ايوه، يا زي ما قلت يطلع البحر مع التشميس ينشف. لا من جد؟ لا، هو طبعا لازم يكون في نظام دايت، يكون في رياضه، لانه بعض الناس عندهم فكر خاطئ، لما مثلا نسوي بس دايت بدون رياضه حيحس انه جسمه بينشف، لكن انت بس بتشيل الدهن لكن حيفضل فيه جلد زايد. سوري، بس ايش يعني ينشف جسمه وينشف عضلاته؟ مو ينشف عضلاته، ايوه، ينشف جسمه من الدهون، يعني يتخلص من الدهون، فالجسم يبان ناشف. ناشف عضلات، صحيح. اوكي، ناشف، يصير ناشف في عضلات بس ناشف فات من الدهون. ايوه، كيف ناشف فات؟ يعني ناشف، ما في دهون، ناشف من الفات، من الفات، صحيح. ايوه، يعني يتخلص من الدهون. ايوه، ممتاز. طب يعني هي سالفه مره بسيطه، الواحد يقول انا ابغى انشف الفات. أيوه. وبنسمعها ممكن نغلط فيها اوقات، لكن كيف يصير هذا الموضوع؟ خليني بس اول شيء اعرف، هل تعتمد على انماط الجسم اللي موجوده نعرفها ولا مو شرط؟ هذه واحده من الاشياء اللي الناس يدعوا انه هم والله فاهمين، انه يقول لك والله في نظام جسم معين اللي هي الاكتومورف والميزومورف والاندومورف، اللي هي الشخص اللي يكون عريض، الشخص اللي يكون هزيل. في النهايه الشخص قاعده الوسط. ايوه، في البدايه وفي النهايه في قاعده اساسيه اللي هي الكالوريز ان كالوريز اوت، اللي هي السعرات الحراريه الداخله والسعرات الحراريه اللي انت بتخرجها خلال الطاقه او في التمرين. ايوه، اول ما انت تخلص من الرول الاول انت كده وصلت للي تبغاه، ما يفرق سواء كنت انت متين، نحيف، متوسط، ما تفرق السعرات اللي تدخلها والسعرات الخارجه فقط، هذا الاساس. اوكي، 80% من الدايت انه ينجح هذا الاساس. يعني عامل الغذاء هو كالعادة زي ما بنقول ونعيد 80%. أيوه. طب على كذا يعني كم ممكن يكون عدد الوجبات وكميتها في اليوم مثلا؟ شوفي، هذا السؤال يعتمد على الشخص. يعني مثلا أنا شخص من الصباح أصحى فأحتاج بالقليل 6 وجبات. طبعا 6 وجبات في اليوم؟ 6 وجبات. أيوه. أوكي. عشانك تتمرن زياد. أيوه صحيح، عشان أتمرن، عشان أحتاج. ولازم الشخص اللي بينشف دهون يتمرن، سعراته تكون أقل ويكون في تمرين، ولازم يتمرن. أيوه. أوكي. أيوه، وتختلف من شخص لشخص. إذا مثلا وزن طراد نقول 50 وانا وزني 50 لكن اتمرن مثلا 6 مرات في اليوم في الاسبوع، هو يتمرن مرتين، احتياجي انا من السعرات يكون اكثر من احتياجه. فتختلف، لانه في بعض الناس يقول لك اوكي انا وزني نفس وزنه، طب خلاص اخذ نفس الجدول الغذائي عشان انحف، بس هو كذا بيسوي مشكله اكبر. فيختلف من شخص لشخص على حسب الجسم نفسه، على حسب الجسم، الكتله العضليه، على حسب الجينات، الدهون في الجسم. الدهون يعني شيء بسيط، لكن الجينات تلعب دور اكبر في مرحله الدايت. حلو، احنا بنتكلم، احنا بنعرف طبيعه الجسم ايش هي،
وبعد كده نبدأ نتعامل معه. أنا أتعرف على نفسي، لازم طبعاً يعني أستشير أخصائي عشان أعرف طبيعة جسمي، ولا ممكن أحدد من خلال اختبارات موجودة على اليوتيوب أو غيرها؟ ممكن تستشير أخصائي مختص ويكون فاهم. ممكن أنت من قراءتك في النت لمواقع معتمدة تفهم أنت إيش تحتاج إيش ما تحتاج، وتجرب على نفسك، لأنه مو كل شخص ينفع له نفس الدات اللي أنت بتمشي عليها. طبعاً طبعاً ديفنتلي ما يبغى. ممكن أنت شخص تحتاج مثلاً نسبة كربوهيدرات عالية، شخص غيرك ما يحتاج نسبة كربوهيدرات عالية، فممكن يعني تجمع له نسبة فات. والعمر يفرق كمان. صحيح، لأنه كل ما تكبر الميتابلزم عندك عملية الأيض بتقل. الله يبشرك بالخير. أيوة. ففي عوامل مرة كثير تأثر في الدايت، مو بس إنه والله شخص يقول لك أبغى أنشف ولا رحت أتمرنت، لا، في عوامل مرة كثير تدخل في الموضوع. خلصنا من الناحية الغذائية، نجي للتمارين. نبغى نعرف إيش أكثر التمارين اللي ممكن تساعد الشخص على التنشيف؟ كلها. يعني من تكرار، يعني زي ما بنسمع يعتمد تكرار، يعتمد على قوة التمرين، إذا مثلا بتعمل سوبر ساتس دروب سات، بس في الأول والأخير كله بيعتمد على الأكل. يعني زي ما قلت لك 80% عشان توصل لهدفك أكلك. لو تتمرن من الصباح لين الليل باستمرار لكن أكلك سيء ما حتوصل للنتيجة، وتوقع تشوف الأمثال هذه في النادي طبعا. أيوه كثير. أيوه. تلاقي الشخص بيكرف وبيتعب وكل شيء، في النهايه يروح ياكل برجر، ياكل له حلا، ياكل له شيء، يقول لك دوبي حارق. طب انت تضيع الحركه، يعني شيء غريب صراحه. ايش فطرت اليوم؟ خلاص وصلت. توميتو سوب. توميتو سوب ايش المشكله؟ لا والله بديت بالفواكه. على طاري هذا الموضوع، قلنا موضوع الحرق، او كل ما الواحد يكبر في السن الله يبشرك بالخير بيقل موضوع الايض او الحرق. ايوه. ما في طريقه غذاء تخليني تخلي الحرق زي ما هو عالي عشان بس مثلا عمري اعلى؟ مو شرط. يعني شوف، انت واحده من العوامل برضه الاساسيه اللي تساعد انه الميتابوليزم عندك يزداد تكرار الوجبات خلال اليوم. يعني مثلا الشخص اللي يكون بياخذ 3 وجبات في اليوم غير اللي بياخذ 5 وجبات، فكل ما تدخل غذاء للجسم عمليه الحرق عندك بتزيد. هذا شيء ممكن يساعدك. انا خرجت رجعت الغذاء وانا قاعد افكر في الاكل. بس مره يتم الموضوع اللي قال لك عليه متعب شويه شويه يعني هو عشان يعني عارف لما الواحد يكبر بالعمر فالحرق عنده يقل. صحيح. عشان اللي قلته عليه ده الكلام اللي انا مره ما افهمه. ولكن يعني ليش برايك ككابتن زياد شايف انه صار هوس الشباب كله الرياضة بشكل عام، انهم يحصلوا على الجسم مثالي؟ صح. مو من الناحية الصحية ولكن من الناحية الجمالية، من اللي بتشوفه في النادي. صحيح صحيح. منتشر الفترة اللي فاتت، يعني اخر سنة ونص تقريبا الناس ميولها صار اكثر رياضة، اكثر حديد، اكثر كروسفيت، لانه الشخص خلاص بيشوف الناس اللي حوالينه كلهم اجسامهم بدأت تتظبط، العين بتكون مسلطة عليهم، فلما يشوف شخص جسمه حلو وهو لا، حتحس انه في انسكيورتي، انه الشخص ما هو واثق من نفسه. صح. قد لما يكون شخص يعني جسمه جميل. والكلام برضو يعود على النساء، زي ما تعرفي البنت لما تكون جسمها جميل غيرها بيقول طب انا بكون زيها، ابى اسوي زيها، ابى الشكل الفلاني في جسمها. صح. فالشيء ده برضو ينطبق على الاولاد وعلى البنات. حلو. يعني ده الكلام كله، الاغذيه والتمارين هذه بتمشي للبنات وللشباب كمان؟ كمل يعني حتى البنات يقدروا ينشفوا دهون مصره. أيه. على عضلات. أيه. مصره تنشيف عضلات. أيه. ما اعرف ليش. بس تعقيبا على سؤالك. على موضوع التمارين تحرق الدهون، ما في تمرين معين يحرق دهون من منطقه معينه. يعني مثلا اغلب البنات بيقول لك نلعب سكواتس عشان الافخاذ الارداف تكون شكلها جميل، لكن في الحقيقة الجسم ما يحرق دهون بس من المناطق دي للتمرين اللي انت تسويه، لا، الجسم يحرق دهون من جميع مناطق الجسم، مو شرط في العضلة اللي انت تتمرنيها. يعني بتكلم على المجهود اللي الجسم بيسويه. أيوه. هو اللي من خلاله ليتر اون حيبدا الجسم يتقسم وما. أيوه. الى ذلك. يعني مو لازم نسوي. أيوه. تمارين معينة، ممكن. أيوه. نمشي نجري. أيوه. وبالعكس المشي نلعب. المشي من افضل الرياضات اللي ممكن تساعدك انك تنزلي وزنك. أيوه. والله في ناس كثير عندهم مفاهيم غلط. ان شاء الله خير ان شاء الله قبل الفطور. والله انا رمضان قبل الفطور بنص ساعه. ايوه. ايش رايك بهذا الموضوع؟ هذا ينشف؟ هو شوف، في زي ما قلت لك الاكل، يعني زي انت تسوي رياضه او تمشي او تسوي رياضه، نوع الرياضات بما فيها قبل الفطور، لكن تروح في الفطور وتجيب الغايبه انت ما كنت سويت شيء. ايوه. فكله مكمل بعضه. الموضوع يا كابتن زياد الموضوع بسيط، ترى صعب والله. لا بس انا اقول حاجه، بس حنمشي بس بدون اكل ناكل زي ما بدون حاجه. هي الاثنين مهمه مكمل البعض. أيوة. بس في كويس ان جبت حكايه الفطور والرياضه في رمضان. قبل الفطور ولا بعد ما الواحد يفك ريقه بس يبدا يسوي رياضه؟ انا افضل عن نفسي شخصيا. أيوة. بعد يعني يفطر فطور خفيف وبعدها
يسوي رياضه بعد ساعه ساعه ونص. فواكه تمر مويه مثلا ممكن ايوه يعني اشياء خفيفه، بيض تونه، كانك بتفطر فطور عادي. ليش؟ لانه اذا يعني اكلت فطور دسم بطنك حتقلب عليك وتحس انك بتخمى الى 3-4 ساعات. يعني نتكلم على معده فاضيه. ايوه. ايش رايك؟ بس على معده فاضيه ما افضل اللي هي رياضات الكروسفيت مثلا، لانه انت لما بتكون صايم معدل السكر عندك بيكون نازل، حتسوي رياضه معدل السكر ينزل اكثر، حيجيك هبوط ممكن يغمى. هذه مشكله. اوكي. أيوة. الناس تفهم هذا الكثير الموضوع. الناس يحسب انه والله الرياضه قبل الفطور حتحرق دهون، لا، لانه زي ما قلت تسوي رياضه اوكي، بس كيف اكلك باقي اليوم؟ اذا هو ممتاز حافظ على أوكي. السكر مبدئيا. ايوه. هذه سالفه والله مهمه. وبعدين حاجه بس بنبهها يعني، يقول الناس بتسيب السنه كامله وتيجي على شهر رمضان هو ده اللي انا حخسر فيه دهون. ما هو الموضوع انت طيب. ناس تيجي عند 28 كيف احنف، انا احنف كيف انحف خلال يومين يا جماعه. يعني صار شهر رمضان في الصيف. أيوة. يعني صار يعني في اجازات، في ناس تبغى تسافر في العيد، في صح. يعني موسم يعتبر بالنسبه للشباب والبنات انهم يستغلوا في فتره الصيام انه يحرموا نفسهم من الاكل عشان ينحفوا عشان يحصلوا على جسم مثالي. ايوه. وهذا نقطه ثانيه غلط اللي هي يحرموا نفسهم من الاكل، الحرمان. ايوه. اللي هو يجلسوا على وجبه واحده مثلا على مدار اليوم او طول اليوم تلاقيه على مويه ولبن، مويه وتمر، هذا كله غلط. دايت المويه واللبن. أيوة. دايت العصيرات ودايت الافتاء وعيش. يعني ايوه. هذه كلها يعني اذا تتكلم من ناحيه ساينتفك غلط، ما تنفع. والله تعبنا كل مره يجي كابتن او اخصائيه تغذيه او اخصائي تغذيه يجي يقولوا لنا كلام غير الكلام. أيوة. اللي كذا قلت في البدايه انا طب من فين ناخذ المعلومه الصحيحه؟ هو ده، لو انت يعني اذا الشخص يثقف نفسه بس يبذل مجهود بسيط انه يقرا حيلاحظ الفرق بين لما الشخص يكون كلامه علمي وشخص بس بيجي يعطيكي مبدا انه لا ما ينفع تسوي كذا. عموما احنا نتعرف على اجسادنا زي ما قلنا، هذه زبده الكلام، وبعد كذا نروح لاخصائيين عشان يساعدونا وبرضه نثقف نفسنا. صحيح. هذا شيء مهم جدا. زياد بخاري نورت وشرفت حقيقي، كان نودي نقعد معك اكثر. الاغلاط اللي بنعيشها في رمضان وغيره ما تنتهي. يس. لكن ان شاء الله الجايات اكثر باذن الله. شكرا لك. شكرا لك زياد. ايش عندنا؟ ايش؟ حنتعرف معنا اخبار اليوم بالذات، يعني حنشوف اخبار فعلا راح ننصدم منها واكيد راح نتعلم منها وراح نشوف ايش صاير بالدنيا. وحنبداها بتغذيه ترى. ها؟ يس. سعرات حراريه ودنيا. حاسالك تحت الهواء راجعين. اخبارنا ما راح اقول شيء عنها، خلينا نبداها باول اخبار مع تراد. بس قبل ما ابدا اول اخباري، من جد موضوع نزول الراتب مهم والله. قاعدين نتكلم احنا والشباب هنا صراحه، بما اننا على رمضان. أيوة. تعرف رمضان. مصاريف وكذا والعيد. يس يس. ثلاثة والله خليني ساكت. طيب خلينا نبدا الى موضوع. ايوه نبدا موضوع هو نفس السالفه اللي تحدثنا عنها، موضوع السعرات الحراريه والتنشيف. بداية حنبدأ بخبر إلزام الباعة بتوضيح عدد السعرات الحرارية للأطعمة، لكن في أمريكا. مع أنه يعني طلعت أمريكا كم مرة وكانت كانوا حريصين جدا أنه يكتبوا هذه السعرات الحرارية، بس بقول لكم مش مكتوب في الخبر. أصبح العديد من المطاعم والمتاجر الكبيرة ومحلات البقالة ودور العرض السينمائية في أمريكا مطالبا فيها بتوضيح عدد السعرات الحرارية للأطعمة المعروضة زي ما بنشوف هذه الصورة، وذلك في إطار حملة للحد من البدانة وتقليص تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. واللي ما يعرف، أمريكا من أكثر الدول في العالم موجود فيها بدانة بنسبة كبيرة جدا. نتمنى يصير عندنا هذا الموضوع بشكل كبير. وأعتقد بسألت كابتن زياد بقول له، بيقول لي حتى لو كانت وجدت السعرات هي مهمة جدا، لكن اعتقد التوعيه انه شوفوا ايش اللي لكم واللي عليكم هذا اهم. اكيد. يعني صراحه فعلا اول ما قريت الخبر ترى تمنيت انه هذا الشيء يكون موجود عندنا هنا في كل مكان، عشان حتى في المطاعم. صح. يعني احنا بناكل 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 ثم نحس فجاه نلاحظ انه نحن ايش هذه الصوره؟ هذه الصوره اللي تجيب منا اثنين. عموما خلينا نروح لخبر اخر. صح صح صح. الخبر عن اكثر الطرق الجويه ازدحاما في عالم الطيران، واول ما قريت الخبر فعلا جت في بالي دوله وطلعت صح فيها. تخيلوا معايا لها هذه الدراسه الجديده اللي اثبتتها واجرتها مجموعه او اي جي العالميه، ان الطريق الجوي بين مدينتي كوالالمبور وسنغافوره هي الاكثر ازدحاما على مستوى العالم، وحيث قامت باكثر من 30,000 رحلة خلال عام 2017، وتستغرق الرحلة قرابة الساعة،
وتخيلوا معايا أنه كمان كانت 84 رحلة جوية كل يوم. فطبيعي أنه هذا الطريق الجوي اللي بيكون أكثر ازدحام في العالم اللي هو بين مدينتي سنغافورة وكوالالمبور. واو شيء والله أوف قد كده عشان بس عشان موضوع الزحمة هذا مجموعة OAG أنا أعرف AOG اللي في الخطوط يشتغلوا خطوط الطيران بشكل عام يسموهم Aircraft on the ground اللي هم وظيفتهم يطلعوا الطيارات بين الأرضية يخلوها في السماء كل ما قعدت كل ما تحسب عليهم فلوس بس هذه المجموعة OAG ممكن في سنغافورة أكيد في ربط بينهم وبين اللي عندنا لكن عموما الله لا يجيب زحمة والصيف جاي الله يستر اللي ما حجز يحجز من بدري واللي تكنسلت رحلاته الحمد لله والشكر ماني زعلان من أي حاجة عموما إلى اليوتيوب اللي بيحذف فيديوهات بتشجع على الغش المدرسي زعلانة أنا من اليوتيوب ليش؟ زعلانة عشان؟ ليش حذف الفيديو هذا؟ معقول انت؟ على اساس انه عندي مدرسه بس انا حاسه فيهم انت تبغي يعني تكوني قلبك معاهم وتبغي تساعديهم؟ يا بحاول طيب انا اقول لك ايش اللي صار في هذا الخبر يقول لك حذف موقع يوتيوب مئات التسجيلات المصوره اللي بتقدم تعليمات ومقترحات عن كتابه المقالات الاكاديميه للطلاب بمقابل مادي وتشجيع التلاميذ على الغش في المدارس ويأتي حذف مقاطع الفيديو بعد تحقيق أجرته بي بي سي البريطانية أفاد بوجود أكثر من 250 قناة على اليوتيوب فقط عشان تحتوي على إعلانات مدفوعة في أشياء أهم تنحذف صراحة من الغش يا بس يعني صراحة حتى إذا حذفتوها ترى في اليوتيوب ترى موجودة في كل مكان سناب شات إنستغرام فيسبوك طبعا واتساب ما خلوا ولا بقوا طلابنا وطالباتنا ما شاء الله عليهم أصلا يعني هم يعلموا هم يدرسوا ما يتعلموا من هذه المواقع ويتوارثها الأجيال يعني كل مرة بتتطور التكنيكس صدقني هم يعلموا يدرسوا ما يتدرسوا ما يحتاج يوتيوب على قولك عموما نروح لخبر آخر راح نتعرف مع بعض على أخطر سمكة في العالم على الإطلاق واللي راح نشوفها مع بعض في هذا الفيديو وصنف العلماء السمكة الصخرية كأخطر سمكة موجودة في العالم حيث أنها لا تمتلك أي شوك لا تمتلك أشواكا مميتا على ظهرها فحسب بل وشفرات حادة تخرج من رأسها وتحتوي على سم خطير يقتل من يتناولها في غضون عدة ساعات فقط وهي تعيش بالقرب من المياه الضحلة في المحيطين الهادئ والمحيط الهندي فتخيلوا هذه السمكة هي أخطر سمكة موجودة على الإطلاق في العالم يعني أول ما تشوفوها حاولوا أنكم تتجنبوها يعني أشواك على ظهرها شفرات تخرج من رأسها وسم ما شاء الله ثلاثة في واحد يس ثلاثة في واحد اللي ما يموت من الشكة يموت من السم اللي ما يموت من السم يموت من بعيد الشر عنكم السامعين كلهم يعني هذه مشكلة شفرات موجودة في رأسها يس بس هذه إن شاء الله تكون بعيدة على عمق بعيد إن شاء الله ما تكون في المحيطين الهادي والهندي يعني المحيطات من المياه الضحلة يعني أيوه بس واحد انتبه عموما من أخطر الأسماك اللي ممكن نواجهها في العالم إلى يا الله ليه صبري حط الخبر هذا عندي؟ يعني انت عارف وضعي مع الاقمار الصناعيه والفضاء الخارجي الحمد لله انه معك يا طيب ماشي يقول لك لماذا هيا اسمع لماذا لا يسقط القمر الاصطناعي؟ حقيقه انا ماني مهتم اني اعرف ليش القمر ما يسقط لكن خذوا يقول لك دوران الاقمار حول الارض تحكمه قوانين فيزيائيه حيث يوضع القمر في اعلى طبقات الجو بحيث تكون مقاومه للهواء مقاومة الهواء معدومة ما يحافظ على سرعة القمر التي قذف بها والتي تفوق قوة الجاذبية الأرضية لينطلق إلى الفضاء الخارجي بما يحقق توازنه ويبقيه في مداره أنا أبغى جملة مفيدة أنا عاوز جملة مفيدة هذا كله ما هي جمل مفيدة؟ لا لأنه كلام على ورق سهل لكن تطبيقه على, على, على الفضاء الواقعي هذا واحد يقال انه معتمد على القمر يقال احنا سمعنا صبري انه احنا انه جوالاتنا والدشات كلها معتمده على القمر ولكن I doubt it ما اعرف في يوم من الايام ممكن يصير شيء خيالي ليك تراد تقتنع بهذا العالم وعالم الفضاء تحديدا ونشوف ما نعرف دائما بتكون عندنا قناعات بلكن يس ان شاء الله هو احنا مكملين مع فقراتنا واخر الفنون التشكيليه ولكن بعد الفاصل بسمة جاهزة كويس ممتاز ما طلعنا فاول ايه
لا نطلع خلاص. يا مرحبا من جديد، والى فقره الفن والفنون. دائما وابدا بتكون معانا متصدره لانها من اجمل الاشياء اللي ممكن تغير في نفسيتنا وحياتنا، خصوصا مع ضيفتنا اليوم. هي مهندسه تصميم داخلي في الاصل، ولكن حبها وشغفها للفنون التشكيليه هو اللي خلاها تتجه لهذا المسار. اسمحوا لي ارحب بضيفتنا مشرفتنا بدايه الحلقه بسمه الصبحي. يا هلا فيك بسمه. اهلا وسهلا. مشرفه منوره، منوره الاستوديو بلوحاتك الجميله وفنك الجميل. بس في البدايه يا ريت تقولي لنا كيف تكونت معك العلاقه بين الفنون؟ انا من صغري ارسم واحب الرسم، وتقريبا كثير من عائلتي يرسموا، ف الرسم صديقي وانا صديقته. مع الوقت صار شغف عندي. طب ليه ما تخصصتي من البدايه فنون تشكيليه؟ ليش دخلتي تصميم بعدين رحتي؟ ما ابغى ارسم، ما ابغى ادرس رسم. حلو. يعني ابغى انا اطور نفسي بنفسي. دراستك ايش كانت؟ تصميم داخلي. تصميم داخلي، بس يعني تكمل بعض زي ما يقولوا. تقريبا. ممتاز. طب في عالم الفن في فنانين مره كثير وفنانات، وما في حاجه يعني التميز فيها حياخذ وقت مو طبيعي. ايش اللي حيميزك وليش ايش تبي تقدمي من خلال الفن اللي بتسويه؟ انا دائما مركزه على نقطه واحده، دائما بقول انه الفن حاله شعوريه. يعني مو لازم انه انا اكون مره اعرف ارسم عشان ارسم. في ناس كثير مثلا ما تعرف تكتب بس بتكتب. اي شخص يقدر يرسم. صح. يعبر عن مشاعره. صح. الرسم جدا جميل في التعبير عن المشاعر، فليش ما ارسم؟ اذا هو تنفيس بالنسبه لك؟ تنفيس تقريبا. ممتاز. وخصوصا يعني انك قبل سنتين بديتي بعمل جلسات خاصه من خلالها يقدر الشخص انه يعبر عن مشاعره من خلال. صحيح. الرسم. صحيح. فقديش فرق معك هذا الموضوع؟ انا اقول لك في ناس كثير تبغى ترسم بس تخاف انه ليش، كيف انا ما اعرف ارسم، كيف ابدا ارسم، كيف ما اعرف ايش، يشيلوا هم الموضوع. فانا بساعد الناس انه ترى عادي، ترى مره طبيعي، عادي تقدري ترسمي او تقدر ترسم، لا تشيل هم. يعني بالعكس، يعني هو حاجه مره حلوه انه انت تقدري تعبري عنها، وحاجه جدا مريحه او تعبري فيها. عفوا. والله هو التعبير صراحه بيختلف من شخص لثاني، وفي الاخير نبغى نشوف حاجه ممتعه. ويعني تفسير كل يعني حتى اللوحه اللي احنا شايفينها الان اللي بنستعرضها، لوحه القهوه خلينا نسميها زي ما انا شايف، كل واحد حيشوفها بطريقته. بس صدمتيني لما قلت لي ايش محتواها. هي لسه ما خلصت طبعا. هي مكتوب فيها كلام في الـ ايوه في الـ في الدخان اللي أيوة. طالع. قولي لنا ايش الكلام المكتوب فيها؟ طبعا ما حاولت تعرفه. انا تعبت، انا شفت ما قريت الا كلمه الهوى هوانا. ما في اي هوانا اصلا. ابني لك اسرع. طيب ايش اللي هو انا لسه ما حطيت الحروف، بس هو مكتوب الحب في قانون العرب قهوه. عشان كذا يعني القهوة ترمز في قانون العرب قهوة. فين ده؟ حلو. تقريبا. بس عشان ممكن ما حطيت الحروف ما حطيت الحروف، وتقريبا لعبت كثير في الحروف. في الحروف. أيوة. اوكي، تنحط النقاط على الحروف وكله يصير واضح. بالضبط. ممكن. طيب هذه لوحة ثانية كمان عندنا. ايوه. على بس هذه بالسكين صحيح؟ صحيح. بالسكين. ايوه. اكس فنان فعشان كذا. انا مش عارفة. ايوه السكين، السكين جدا الافكتس حقتها مرة روعة مو طبيعية. أيوة. بس ما استخدمتي بس السكين، برضو استخدمت الفرشة. في فرش. ايوه ايوه. وفي سكين، السكين اخر شيء يعني. جميلة حقت قراصنة شكلها، ايش الشراع المقطع؟ او انها ترمز لخيال معين؟ او سراب؟ هو انا صراحه ما احب اشرح اللوحات، احب كل احد يشوفها بالطريقه اللي هو خلاص ماني شرح. ايوه ماني حاببها يعني. بس انت اخذتي تجاه الفن التعبيري او الرسم. أيوة التعبيري. ايوه انا تعبيري اكثر حاجه. ليش؟ لانه اشوف انه الرسم الواقعي عن نفسي، طبعا اقدر اصور واطلع يعني ابين واقع. صوره معينه. ايوه عادي، ما هو استنقاص، بالعكس الرسام الواقعي فنان، بس في تكنيك، يعني هو مركز على التكنيك، فانا اشوف قديش الشخص هذا ماهر. بس الرسم التعبيري لا، هو تعبير، انا قاعده اعبر. أوكي. عن انفعالاتي و انا ذكرت هذه اللوحه لما شفتها حقت السفينه، ذكرت فان جوخ او فان جوخ زي. أيوة. 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 لانه كان اللوحات المعروف عنها كلها بالخطوط او صحيح. بالتنقيط، which is شيء مره صعب. صحيح. وغريب. كنت تقصديها ولا طلعت معك كذا؟ لا طلعت معي كذا، وحاليا فان جوخ مره مأثر علي. يمكن فان جوخ. فعشان كذا
هو مؤثر رائع صراحه. فبتعرض لوحاتك فين الناس بتشوفها؟ هل فكرت انك تسوي معرض؟ هل بتشاركي في البازارات والافنتات؟ ما بشارك في اي شيء ابدا الى الان. احس اني لسه ماني في الوقت اللي ابغى اشارك فيه في حاجه. مركزه بس اني اطور نفسي، يعني حتى شغلي استقلت منه عشان اكون مركزه. كل التركيز من وظيفتك؟ نعم. معقول؟ بس عشان تسخري وقتك. ابى اسخر وقتي للرسم. ايوه، يعني انا عرفت خلاص ايش توجهي، ايش شغفي، فابى اعيش لشغفي. هذه خطوة مرة ما هي بسيطة، انك تعيشي عشان شغفك وتسيبي الوظيفة اللي ممكن يكون دخل رزق لك ثابت. اي 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 صح. ايش الوظيفة قد كده كانت مملة بالنسبة لك؟ لا، انا ما اشوف نفسي اني اقدر اكون انسانة موظفة طول عمري بداية. ما حد يشوف نفسه اصلا، كل واحد يبي ينفرد. ثاني شيء، في اشياء لسه ابغى اعملها في الرسم. حاليا مخططة باذن الله اني اعالج بالفن، شغال على هذا الموضوع، راح يكون جدا عندي توجه مره بعيد عن الـ عن الـ عن الهندسه والتصميم وال كل هذه الاشياء. ما انت ندمانه على دراسه 5 سنين زيي؟ لا. وفي النهايه اكتشفتي شيء ثاني؟ لا عادي، في النهايه بستفيد، يعني ممكن بشتغل شغل خارجي وزي كذا، بس انه اكون موظفه في هذا المجال ما احس اني، لانه حكون مشغوله طول وقتي فيه، والمجال انت زيي، فانت عارفه المجال هذا مره صعب، يعني الوقت كله انت برا البيت في الشغل، ترجع شايل هم البروجكت متى اخلص، الكلاينت ما اعرف ايش. فانا ما ابغى احط نفسي في هذا الهدك، ابغى حقيقه اركز، ولو كنت بشتغل في شغلي ما كنت حركز في الرسم. الفنون دائما مرتبطه ببعض، ما تعتقدي انه ممكن الرسم حيخليك تتجهي لاتجاه اخر؟ في منهم اصبحوا يرسموا على الوجه، صاروا ميك اب ارتست، صاروا يصنعوا ينحتوا او غيره، ما تتخيل نفسك في حاجه قريبه منها؟ انا احب كل شويه كذا اغير حاجه، بس عموما انا مره تقليديه في نفس الوقت. يعني كذا رسم، لوحة، ألوان، فرش، هذا شيء مرة يشدني. حلو حلو، ممتاز. طيب إيش الخطوة الجاية اللي حابة أنك تحققيها في هذا المجال؟ الخطوة الجاية زي ما قلت في البداية، أبغى الناس من جد تستوعب أنه الرسم أي أحد يقدر يرسم عادي. أي شخص يقدر يرسم. وأبغى أعالج بالرسم، لأنه نقدر نحلل رسوماتنا. صحيح. يقدر كل شخص انه هو حقيقه في دورات كثير، او في مثلا ورش كثير. بس هل اخذتي هذه الدورات؟ لا لسه. تكوني انت مؤهله؟ لا لسه، عشان كذا. ايوه بالضبط، عشان كذا انا شغاله على هذا الموضوع عشان اكون مؤهل. اعتقد اسمها التحليل والمعالجه، جرافو ثيرابي، صحيح؟ ارت ثيرابي. ارت ثيرابي، لانه في الجرافولوجي اللي هو قراءه الشخصيه من خلال خط اليد. ايوه، واعتقد الجرافو ثيرابي اذا ما خاب ظني، ممكن نسيت اسمها. برضو من خلال كتابه او من خلال الرسم اعتقد. ايوه، وفي للاطفال وفي للكبار. في للاطفال. شيء جميل، شيء جميل. صحيح. حلو التوجه. لجانب نفسي اخر بعيد كل البعد. بالضبط، انا مره اهتم في التحليل وفي النفسيه وفي هذه الاشياء، فاحب مره اربطها. ما تتوقع انك كذا حتتشتتي يا بس؟ لا بالعكس، بالعكس، لانه انا ارسم عشان ده الاساس. لما اشوف رسمات احب انه انا احلل، لما اروح متاحف اشوف لوحات احب احللها، احب اعرف ايش 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 يعني الفنان لما رسم هذه اللوحه ايش كان شعوره، ايش كان بيقصد. جميل جدا. حلو. واكيد اتوقع انه انت بتفرغي كل مشاعرك في هذه اللوحات الموجوده عندنا اليوم. شكرا لك بسمه الصبح على تواجدك اليوم معنا، ونتمنى لك كل التوفيق. الله يسعدك. يعطيك العافيه. خلاص خلصنا حلقتنا اليوم. متشمسين خلقه ترى، ما يحتاج نتشمس. بس لا، المونيتور ترى غير. عموما هاشتاج سعد شباب وامل البرنامج هاشتاج لهذه الجملتين الاسبوع الجاي، لانه خلاص قربنا على رمضان والموسم قرب بينتهي. عموما حياكم باي افكار، احنا مترقبين وبصدر رحب حناخذ كل افكاركم. كذا نقول لكم في امان الله، كنت معاكم لمياء غالب. وانا كنت معكم طلعت سندي، السلام عليكم.